بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الاسترويدات. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. الاسترويدات تختلف عن تركيبها الكيميائي عن الجلسريدات الثلاثية، وأيضا تختلف عن الفيسفوليبيدات. وفي الحقيقة أن الاسترويدات تشبه مستقطبة الشكل، ويتضح أنها تتكون من نواة الاسترويدية، تتكون من ثلاثة حلقات ذات ست ذرات كربون، وأيضا تتكون من حلقة رابعة تتكون من خمس ذرات كربون. وأهم الاسترويدات المعروفة هو الكولوسترول، وهو يكون داخل قشاء البلازما لجدار الخلايا الحيوانية، وطبعا ليست النباتية، غير موجود في غشاء بلازما النبات. وأيضا الإنسان يعتبر الكوليسترول مادة خام لتخليق عديد من الهرمونات الاسترويدية، منها هرمون الذكر التستوستيرون، وأيضا هرمون الأنثوي مثل الإستروجين. والإستروجين هو هرمون، وأيضا موجود في هرمونات قشرة القدة الجارة الكلوية، ومنها أيضا تعتبر المادة الخام الذي يتكون منه فيتامين دال، والهرمون وفي هرمونات كثيرة يعني يتكون منها هذا الشيء. وأيضا المصدر الرئيسي للكوليسترول في الإنسان هو الكبد، والقليل منه يأتي عن طريق الغذاء كاللحوم والجبن، و أيضا موجود في صفار البيض، والتركيزات العالية منه تسبب أو تساهم في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم بسبب الكوليسترول. يتضح مما سبق وجود وجه متقارب جدا بين الكربوهيدرات والدهون، من حيث أن الاثنين يتكونان من الكربون والأكسجين والهيدروجين، إلا أن الدهون تختلف عن الكربوهيدرات في احتواء الدهون على عدد ذرات أكبر من الكربون والهيدروجين، كما أنها تفرز طاقة أكبر من الكربوهيدرات عند تأكسدها في عملية التنفس الخلوي، حيث أنها تتحد بعدد أكبر من ذرات الأكسجين. أتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس. وأيضا كل كيلو دهن تقريبا يعطي 9.3 كيلو كالوري من الطاقة، وأيضا كل كيلو جرام كربوهيدرات يعطي 3.79 كيلو كالوري. طبعا السعرات حرارية كبيرة جدا، زي 3.79 طاقة كبيرة جدا، وزي الكيلو الدهن يعطي 9.3 جرام كيلو كالوري، طاقة ضخمة جدا من التأكسد، تقدر تستخدمها في أمور كثيرة في الحياة. أتمنى أنكم فهمتوا الاسترويدات وأهميتها، وين موجودة، وين موجودة بالضبط، أين موجودة بالضبط. موجودة في خلايا الحيوانية، في البلازما، غلاف البلازما، في غشاء الجدار، وأيضا تكون هرمونات كثيرة، وهرمونات الاسترويدية منها هرمون الذكورة وهرمون الأنثوية الأنثى مثل التستوستيرون، والأستروجين
الاستروجين. يعني اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب، ونشوفكم ان شاء الله في درس قادم.